الحقيقه. طب انا هسيبك ترحب باحمد سامي بقى وتقول له الكلمتين دول يعني. طيب ده ابنه بقى. يعني كابتن احمد سامي اهلا بيك. هو ابننا كلنا. ايوه. ازيك يا ميدو، اخبارك ايه؟ وحشني جدا والله. بسلم على الكابتن عادل سايمه طبعا، صاحب فضل عليا، والكابتن ابراهيم عبد الصمد، والكابتن محمد حشيش. خلي بالك انت كل ما تطلع معاه في برنامج بتطلع من برنامج تروح ماسك فرقه وتعمل تكسر الدنيا. لا ما وشك حلو عليا. لا والله عمل شكلي كويس قوي. انت تستاهل، وانا عارف ان انت مدرب جامد، وهارد لك على هزيمه النهارده. الحمد لله. يعني فرقه المقاصه طبعا فرقه كبيره وكل حاجه، بس طبعا انت بره الملعب بيبقى على الورق فرق كبيره وفرق، بس هو الملعب هو الفاصل جوه. انا كنت شايل الضغوط من على اللعيبه، وبالنتائج الايجابيه للفتره اللي فاتت كانت مديالهم ثقه، بس برضه في نفس الوقت احنا ما كناش كويسين زي الماتشات اللي فاتت. في ظروف كده حصلت قبل الماتش، اللعيبه قبل الماتش على طول، اللي عنده برد طلع مره واحده، ده قبل الماتش على طول واحنا جايين، واللي تخن وجالي اصابه سيسي اول 10 دقائق رجله اتلوت، وربيع مثلا الثيرد باك دخل في انطوي طلع راح المستشفى. يعني كانت الاتموسفير اللي حوالين الماتش كان صعب شويه، العوامل الخارجيه كلها كانت ضدنا. وبعدين في الماتش نفسه انا الشوط الاولاني كويس، وهم ضيعوش حاجه، وفار جاله انفراد، وبرده صلاح امين جاله واحده. يعني في حاجات كتير، وهم راحوا بكورتين جه جونين بغلطات من عندنا. لكن طبعا هي دي الكوره، والدوري صعب جدا السنه دي. يعني صعب جدا، انت بتتكلم في فرق كبيره تحتيك، وفرق معاك اربع فرق 16 بونت. اكيد الموضوع صعب يعني. اكيد. انا هسيب الكابتن عادل بقى كان بيتكلم عليك، واتفضل يا كابتن. كان ليك فرصة مع الشريق الفار اظن، اسلام الفار لسه هقول انا كان في انفراد والجول ده كان ممكن يفرق معاك. وبعدين برضو في كان اعتقد في كرة بالهيد الشوط الثاني بتاعت حليمو دي، لو جت برضو كانت هتبقى مؤثرة جدا. لكن برضو احمد لازم طبعا مع المبررات اللي انت بتقولها، انت عارف الامكانيات، وبتلعب المقاصة اللي هي بتمتلك فراوده على اعلى مستوى في الدوري. طبعا. وانت برضو الامكانيات عندك برضو مش مساعداك، لكن برضو في ولاد عندك برضو رقم 33 والباك رايت. انا قلت لك قبل كده ان هم محتاجين يلعبوا بشكل جماعي، ما بيلعبوش بشكل جماعي يا احمد، وانا اعتقد انا قلت لك قبل كده في الموضوع ده، بيلعب فردي زياده عن اللزوم، بيحتفظ بيها زياده عن اللزوم، وبعدين الكرات المشتركه دايما مش بتبقى ليه. يعني مفروض ان انا الكور المشتركه مفروض تبقى راجل لراجل، وانا عارف انك طول عمرك راجل وبتبث الحماس والقوه في الفرقه اللي انت بتتولاها. الحته دي هتبقى ناقصه لبعض اللاعبين، انما انت غيرت شكل الفرقه في جديه، لكن لازال برضو في عنصرين ثلاثه محتاجين يعرفوا قيمه اللعبه في الدوري الممتاز. اكيد. والكابتن احمد كابتن عادل لسه بيحط. بص يا كابتن عادل، يعني بص، هي اللعب الجماعي نمره واحد عندي، بس برضو انت يعني حته اللعب الجماعي ده وحته تكرارات التكتيك والكلام ده، في لعيبه ساعات بتاخد وقت وساعات، ولعيبه بتخش في يعني موضوع اللعب الجماعي هو صعب شويه من ناحيه تكتيكيه. في لعيب بيبقى واخد على حاجات معينه من زمان من وهو صغير، عشان تبقى عايز وقت شويه، فانا بلعب على حته الوقت شويه، وفي نفس الوقت يعني ايه بدي فرص شويه. لكن لو حد مش هينفذ اللي انا عايزه من حته اللعب الجماعي، ما طبعا مش هيبقى في فرصه بالنسبه له معايا. لان احنا كفرقه النجوم هي قوتنا في اللعب الجماعي. بالنسبه للكوره المشتركه، الكوره المشتركه النهارده انت حضرتك عندك حق، انا خسرت في اوقات كتير قوي كره مشتركه، عكس الاربع خمس ماتشات اللي فاتوا اللي كسبني ان الكره المشتركه والضغط على الخصم في المناطق المتقدمه كنت بتاخدها انت، هي اللي كانت مدياني اولويه ان انا ما ارجعش 60 متر دافع. فدي انا خسرتها النهارده، خسرتها في بعض اوقات الماتش، بس يعني هي دي الكوره. ويعني انا مش هكسب على طول، انا مش هاخد الدوري، بس يعني في نفس الوقت كل بونت ليه حساب بالنسبه لي. اكيد يا كابتن. ولسه عندك كمان يناير ممكن تدعم بصفقات، اكيد انت محتاج اكيد مراكز هتدعمها في يناير.
مش وقت الكلام فيها طبعا، لكن اكيد انت عندك مراكز عايز تدعمها، لسه قدامك الوقت طويل ولسه كمان انت ماسك الفرقه يعني، ما مش فتره لا كبيره. لا يعني بص بص يا ميدو، انا حته انا بشتغل دايما على حسب المتاح بالظبط، المتاح قدامي هو هم دول، عندي لسه 9 بونت بره قبل الدور الاولاني، لازم اشتغل باللعيبه دي اكيد. والله حصل تدعيمات هتنقلني ماشي، مش هجيب حشو وخلاص اكيد. اكيد طبعا. طبعا طبعا اكيد، لو انت حاسس هتجيب، لو الدنيا ماشيه كويسه هتجيب. ليه عموما كل التوفيق ليك يا كابتن، وانا عارف ان انت مدرب جامد جدا، ان شاء الله تكسر الدنيا زي ما احنا متعودين منك كابتن احمد سامي. شكرا جدا على هذه المداخله. خلي بالك ان فرقه النجوم من اكتر الفرق اللي بتعتمد على قطاع الناشئين، عندها 17 لعيب من قطاع الناشئين، التدعيم في اضيق الحدود، ودي السياسه اللي بيتبعها الاستاذ محمد طويله بقى شوية. من 15 سنه ان هو المشروع بتاعه بتاع